السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. النهاردة حبيت اعمل معاكم فطار حلو كده رمضان، تغيير عن الوصفات اللي هي التقليدية. زي ما انتم شايفين حبيت اعمل معاكم فاهيتا الدجاج بطعم وشكل مختلف. ان شاء الله تعجبكم جدا الطريقة. بس اتمنى قبل ما نبدأ الفيديو او لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وكمان تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفيني، وتفعلي زر الجرس للكل علشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنعملها مع بعض هنشوف المقادير. المقادير زي ما انتم شايفين بسيطة خالص وسهلة. تعالوا مع بعض نشوف. انا معايا نص كيلو من صدور الفراخ. الفراخ دي متقطعة بانيه زي ما انتم شايفين، تمام؟ طبعا الكمية على حسب ما انت حابة، ممكن تزوديها وتقلليها. معايا كمان التوابل عبارة عن بصل بودر، ثوم بودر، توابل فراخ، فلفل اسود، بابريكا، كمون وملح. من كل حاجة نص معلقة صغيرة، تمام؟ معايا بقى فلفل الوان، الاحمر والاصفر والاخضر. لو مش متوفر عندك يبقى الاخضر تمام كفاية. معايا كمان بصل مقطعاه شرايح، ومعايا معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل. دلوقتي اول حاجة هعملها هبدأ ان انا اقطع الفراخ زي الشاورما، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو هنرجع مع بعض تاني. انا قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدا بقى اجيب معايا بوله وهحط فيها الفراخ علشان احط عليها التوابل، وهسيبها في التتبيله. هحط معلقتين الزيت، وهحط كمان الخل، وهحط التوابل. تمام كده، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. وطبعا هسيبها في التتبيلة مش اقل من نص ساعة لو انت مستعجلة، بس يستحسن تسيبيها ساعة علشان تتشرب من التتبيلة ويبقى طعمها حلو. هغطيها بقى وهسيبها تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة هحط طاسة على النار، وهحط فيها معلقة او مكعب من الزبدة، وهبدأ ان انا احط الفراخ اشوحها. ولازم طبعا تكون الصينية سخنة جدا علشان الفراخ تاخد صدمة وما تنزلش ميتها. انا مش هقلبها، انا بفردها بس كده في الطاسة، وهسيبها لما تاخد لون، وبعد كده هبدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني. زي ما انتوا شايفين اخدت لون حلو جدا، هو ده اللي انا عايزاه. وطبعا ما فيش اي مية نزلت منها. طبعا وانا بقلب فيها تكون على نار عالية في الاول، وبعد كده ابدأ اخلي النار متوسطة. لما الفراخ تديني اللون ده وتنشف معايا هشيلها بقى في طبق، وبعد كده هحط بقى الخضار اللي هو الفلفل والبصل. طبعا فلفل الوان بيدي لون حلو جدا ليها، بس لو ما فيش مش موجود يعني مش متوفر خلاص تمام يبقى فلفل اخضر. كمان لو انت حابة تحطي تزودي فلفل حار يبقى حلو جدا. زي ما انتوا شايفين انا يدوب بس دبلت الخضار والبصل. هبدأ بقى احط الفراخ تاني عليهم وهقلبهم مع بعض كويس. هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض 10 دقايق ويبقى كده تمام الفراخ بقت جاهزة معي. مفيش اسهل من كده طبعا، هي ما اخدتش حاجة. اسهل وصفة واسرع وصفة تعمليها، بتبقى طعمها حلو جدا. انا هعملها بقى زي ما انتوا شايفين في العيش اللي هو الصاج ده. طبعا انا عملته معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وانا قليت بس بطاطس، بحب احط معاها بطاطس بتديها طعم حلو قوي. طبعا هي اختياريه لو انت مش حابه تمام. هبدا بقى احط مايونيز او توميه لو موجود، وهبدا بقى احط الفراخ. طبعا اسهل فطار واحلى واطعم فطار وخفيف جدا وتغيير في اكل رمضان.
احط كمية من الفراخ واحط البطاطس، وهطبق العيش من الجنب وهبدأ ان انا الفه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كده تمام، هعمل باقي الكمية بنفس الطريقة، وكده بقت جاهزة معايا. هروح بقى طاسة على النار احط فيها زبدة، وطبعا لازم تكون سخنة جدا، ولو عندك جريل يبقى احسن، وبتديها شكل ولون حلو. بمجرد ما الزبدة بقى تدوب معايا كده وتسيح، خلاص احط بقى العيش، وبيبقى بالشكل ده. بقلبه على الجنبين لما يديني اللون التحفة ده، وبكده يبقى خلصنا الفاهيتة بتاعتنا بطعم وشكل مختلف، وما بتاخدش وقت خالص، وتغيير في أكل رمضان وفطار رمضان. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايكات والشير، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم أي فيديو جديد بنزله. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.